أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في تغطية إخبارية جديدة خصصناها لمتابعة القمة العالمية للحكومات في دبي. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شهدت عدة تحديات صعبة عقب عام 2011، إلا أنها نجحت في تخطي تلك التحديات والنجاة منها. وخلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، أوضح الرئيس السيسي أن التحدي الأول الذي واجهته الدولة تمثل في حالة التشرذم والتفكك وفقدان الأمل من جانب المصريين. التحدي الأولاني بعد 2011 هو حالة التشرذم والتفكك وفقد الأمل واليأس اللي كان بيعاني منها المصريين، ودي حالة مش بس وليدة 2011، ده منهج اتعمل على مصر من ناس جوه مصر بفكر معين، عشان يعني متهيأ لهم ان الدولة لما تقع هتبقى في ايديهم، ما يعرفوش يعني ايه دولة، ان الدولة لما تقع ما بترجعش تاني. الدولة لما تقع يا فيصل ما بترجعش تاني. ده كلام اللي انا بقوله لكل اللي بيسمعني، مش بس في الامارات، في كل المنطقة العربية لو بتسمع. الدولة اللي بتقع صعب رجوعها. طب مصر رجعت ليه؟ دي إرادة ربنا. دي إرادة ربنا. فالتحدي الأولاني كان حالة التشرذم واليأس اللي كانت موجودة عند المصريين. طيب الحالة ديت كان حلها إيه؟ طب كان في معاها تحديات أخرى عشان الكلام كله يبقى ماشي مع بعضه؟ آه طبعًا. كان في عندي تحدي الطاقة. تحدي الطاقة يعني إيه؟ يعني كان عندي مشكلة كهرباء، وعندي مشكلة غاز، وعندي مشكلة بوتاجاز. طيب ده معناه إيه؟ معناه لما أجي أقول لك إن أنا صرفت على قطاع الكهرباء في مصر ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه، هو تقول لي هو ما كانش فيه مشكلة كهرباء؟ وأشار رئيس السيسي إلى أن الدولة استهدفت مواجهة التحديات التي تواجهها عبر عدة مبادرات، مستشهدا بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي، مشيرا إلى الدولة أن الدولة ستنتهي من مشروع التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات. نبدأ بجودة الصحة. أنت تعرف أن مصر كانت من الدول يعني لها حجم كبير من المصابين بفيروس سي، مش كده؟ المسار ده لو كان ماشي طبقا للمسار الطبيعي في معالجته كنا لغاية دلوقتي وأنا بكلمك تفضل مصر من أوائل الدول اللي في العالم اللي عندها الفيروس سي. لكن بمضرب فكر اتعمل قدرنا إن احنا نقول النهاردة، مش النهاردة بقى، من 3 سنين، إن مصر دولة خالية من الفيروس سي. حاجات أخرى كتير زي كده. فأنت بقيت تستهدف بمبادرات يا فيصل، تستهدف التحديات اللي عندك بدل ما تعمل سياق عام. يعني تقول إيه؟ إن أنا اللي هعمل تأمين صحي كامل للدولة المصرية بتكلفته. طب احنا عاملين حسابنا على كده، احنا عاملين حسابنا ان احنا نعمل تأمين صحي كامل خلال 10 سنين. كانت الفكرة والخطة 15، قلنا هنضغط ونخليها 10. طب لغاية لما اعمل ده، لغاية لما اعمل التأمين الصحي الشامل للدولة المصرية كلها، ال100 مليون او المية، خلي بالك كمان 30 سنة على 2050 انت بتتكلم في 50 مليون زيادة كمان. ولفت رئيس السيسي إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفرت 5 ملايين فرصة عمل للمواطنين. وأنا بعمل مشروع الكهرباء، وبعمل مشروع المية، وبعمل مشروع النقل. أنا بشغل شركات قومية في مصر، شركات وطنية في مصر فيها 5 مليون إنسان. يبقى بعالج بطالة كانت محتملة نتيجة عودة الناس اللي كانت موجودة في دولة زي ليبيا
نتيجة حالة اللي حصل يعني فيها أو دول أخرى ورجعوا مصر بالملايين بالملايين وليس بمئات الألوف، طب دول هيعيشوا إزاي؟ فتعملت مشاريع في مصر بنية أساسية ومشاريع قومية تشغل 5 مليون ب5000 شركة في كل القطاعات في كل شيء، منها تنقل الدولة المصرية من حالة كانت موجودة فيها حالة صعبة قوي حالة صعبة قوي إلى دولة إلى إيه؟ إلى دولة. ولفت رئيس السيسي إلى أن مصر استعدت بشكل جيد لمؤتمر المناخ كوب 27 للخروج بقرارات علمية تلزم الدول الصناعية الكبرى بالدخول في صندوق الخسائر والأضرار. فإحنا بدأنا كرسميا مع مؤتمر باريس، ثم في جلاسكو في انجلترا السنة اللي فاتت كملنا عشان إحنا هنستلم المؤتمر اللي انت شفته فعالياته، وكنا حريصين على ان هو بقى قمة التنفيذ. يعني قمة التنفيذ مؤتمر التنفيذ بقى، لان احنا كلمنا كتير جدا في التعويض والدول اللي مضرة بالتلوث ده، خاصة الدول النامية والفقيرة، وكان مطلوب مننا ان احنا نجهز المؤتمر كويس. انا بختصر الكلام، نجهز المؤتمر كويس عشان نخرج بقرار عملي حقيقي يلزم الدول الصناعية الكبرى من هي تدخل في صندوق التعويضات أو تحمل جزء من الخسائر الناجم عن الدول اللي هي هتعمل برامج للإصلاح البيئي. طب السؤال اللي انت كنت يعني مستنيك تسأله لي، طب ماذا عن الإمارات السنة دي؟ نحن في تنسيق، الإمارات كانت موجودة معنا من قبل ما نعمل المؤتمر، بتشوف احنا بنعمل ايه، عشان هم دايما دايما بيسبقونا. وشدد رئيس السيسي على أن الصبر والعمل والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات. من كم يوم كده كنت موجود مع الولاد بتوع الأشبال بتوع الكورة، فولد منهم بيقول لي أنا حابب زي محمد صلاح. فقلت له تقدر تعمل مسار محمد صلاح تبقى زيه. إذن لو أنت عايز تعمل التطور والنمو والتقدم اللي عملته كوريا الجنوبية، اللي عملته سنغافورة، اللي عملته أي دولة أخرى، تقدر. بس السياق اللي اتعمل هو العمل والعمل والصبر والتضحية. من كم يوم كده كنت موجود مع الولاد بتوع الأشبال بتوع الكورة، فولد منهم بيقول لي أنا حابب زي محمد صلاح. فقلت له تقدر تعمل مسار محمد صلاح تبقى زيه. وانا ممكن في يوم من الايام ابقى زي محمد صلاح ان شاء الله. شوف ان شاء الله ليكوا كلكم مش انت بس يا رب. مفيش حاجه ايه مستحيل ومفيش حاجه بايه مستحيل. الاماني جميله، لكن عشان تحقق اللي انت بتقول عليه ده عايز جهد مش منك انت بس، من كل المجموعه اللي قدامي، مش على قدكم انتوا بس، بس لو هم على قلب رجل واحد. أيضا لفت الرئيس السيسي إلى أن هناك حالة من الثقة والوعي تولدت بين الشعب المصري والقيادة السياسية بسبب التواصل المستمر والشفافية، مؤكدا أن هناك من يحاول العبث بتلك الثقة من خلال نشر الأكاذيب والإدعاءات. أنا عايز أقول لك إيه؟ إن الشكل ده من التواصل على مدى الفترة دي كلها فيصل شكلت مش فكرة إن هو حالة وعي زادت ودي زادت، لكن أنا عايز أقول في حالة من الثقة تولدت بين الشعب المصري وبين الحكومة والقيادة ومعايا شخصيا. وأنا عايز أقول لك برضه فيصل بدل ما اتكلمنا فيها، اللي بيتعمل دلوقتي بقاله 8 شهور أو سنة هو محاولة للعبث في الحتة دي، في المساحة، في المساحة دي، مساحة الثقة، مساحة إيه؟ الثقة، نعم. الثقة اللي موجودة من الكذب والافتراء والادعاءات وحاجات أخرى كتير. أنا عايز أقول لك ده بيتعمل دلوقتي ليه؟ لأن هو طب فين الكتلة، فين الكتلة الصلبة اللي موجودة في الدولة المصرية؟ هي الحكومة والقيادة. طب نعمل إيه بقى؟ ما هو الإرهاب ما ينفعش يا فيصل. الإرهاب في مصر فشل
والحمد لله رب العالمين خلصنا منه، أصبح من دفعنا ثمن كبير، دم أبنائنا وشعبنا يعني، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عدى. طب هم هيسيبونا كده؟ هيسيبونا كده؟ لا. فالنهارده بيتم العبث في المساحة اللي بين القيادة وبين الناس عشان يعملوا فيها خلخلة. وشدد رئيس السيسي على أنه لولا دعم الأشقاء لما كانت مصر قادرة على تجاوز محنتها بعد أحداث 2011، مثمنا دور الإمارات الداعم لمصر في مختلف الظروف والأوقات. والله والله والله، وأنا قلت الكلام ده في مصر كتير، لكن أنا بقوله هنا للشعب الإماراتي ولأي حد يحب يسمع. النقطة المضيئة الأولانية هو الدعم، دعم الأشقاء. اسمع يا فيصل، اللي أنا قلته ده كله ما كانش ممكن يحصل وينجح. يوم تاني يوم أو تالت يوم بعد ما قلت البيان بتاع 3/7 ده، فقالوا كنت الشيخ محمد بن زايد جاي يزور مصر. طيب، أول مرة هشوفه. فجيه يعني، كان ساعتها الناس بتقف، أنا بفكر كله، بفكر الناس اللي في مصر قبل، وفكر نفسي وفكر الناس اللي هنا يعني، كانت بتقف الناس طوابير على محطة الوقود، مفيش البوتاجاز، مفيش سولار وبنزين، مفيش. أيوة أنا، طب أنت ما تكسفش أنك تقول كده؟ ليه متكسف ليه؟ إحنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا، نخلي إيه؟ بالنا من بلدنا، من بلادنا. وكلام اللي كنت بقوله كتير في الأول لو تفتكروا، أقول خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم الأمان والسلام والاستقرار اللي موجود ده تمسكوا فيه كده إيه. على كل حال، فجه الشيخ محمد ومعاه وفد من دولة الإمارات وعارف إيه المطلوب. مش أنا قلت له، والله العظيم ما قلت له، أنا بحلف، والله ما قلت له. بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط والبحر الأحمر، فيها البوتاجاز وفيها الغاز وفيها السولار وفيها البنزين. ودعا الرئيس السيسي إلى الحفاظ على الدول من الانهيار، مستشهدا بالأحداث التي شهدتها عدة من الدول على مدار الأعوام الماضية. الكلمة اللي ممكن أقولها للحضور كلهم، أقول لهم إن الدول حاجة والحفاظ عليها حاجة، واللي ممكن يبقى بين الناس وحتى في الإعلام وحتى المثقفين والمفكرين وحتى السياسيين اللي ماسك الدولة بإيده، مهما كانت الدولة ماسك إيه؟ ماسك اللي بإيده، ماسك إيه؟ والله ماسك النار بإيده. والله أي مسؤول بيقود دولة غنية متطورة فقيرة أي حاجة ماسك إيه؟ النار، النار. ده الكلمة اللي بقولها. وآخر حاجة هو خلوا حافظوا على فضل الله على بلادنا، وشوفوا الأثار وشوفوا الأحداث اللي مرت. أنا ما بحبش أقول أسماء الدول عشان ما لا أؤلم حد يعني. الدول اللي دخلت في الصراعات، في الحالة اللي احنا دخلنا فيها في مصر في 2011 و12 و13، بنتخلص منها بعد 10 سنين. بعد كم؟ على فرضية نجاح مسار الحركة.
وانا بعمل مشروع الكهرباء وبعمل مشروع الميه وبعمل مشروع النقل، انا بشغل شركات قوميه في مصر، شركات وطنيه في مصر فيها 5 مليون انسان. يبقى بعالج بطاله كانت محتمله نتيجه عوده الناس ورجعوا مصر بالملايين، طب دول هيعيشوا ازاي؟ اتعملت مشاريع في مصر بنية أساسية ومشاريع قومية تشغل 5 مليون ب5000 شركة في كل القطاعات، منها تنقل الدولة المصرية من حالة كانت موجودة فيها حالة صعبة قوي إلى دولة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دبي موفد إكسترا نيوز إلى القمة هشام عبد التواب. هشام أهلا بك وماذا لديك؟ أهلا وسهلا بك ياسر، وأهلا بكل مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان. اليوم الأول لهذه القمة يشرف على الانتهاء فيما عدا بعض الجلسات الفرعية لبعض المنتديات على هامش هذه القمة، ولكن كل الجلسات الرئيسية والكلمات المهمة انتهت بالفعل في أجندة هذا اليوم للقمة العالمية للحكومات. هذه القمة انطلقت اليوم في 13 ومستمرة حتى 15 من الشهر الجاري. الحين النهاردة شهد نشاط مكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاءات ثنائية وأيضا جلسة نقاشية تحدث فيها في العديد من الأمور وتابعناها على شاشة إكسترا نيوز. مصر ضيف شرف هذه النسخة العاشرة للقمة العالمية للحكومات، والحقيقة أنه المشاركة المصرية هذا العام في هذه النسخة من القمة هي المشاركة الأوسع منذ بداية هذه القمة في عام 2013. سنتابع معكم بالتأكيد كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الرئيس المكثف الذي تم اليوم. اليوم بدأ بلقاء مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء. الحقيقة أنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحدث عما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، وأيضا تم التأكيد على الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية. أكد أيضا من جانبه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تقدم وازدهار إمارة دبي يشكل تجربة تنموية ملهمة في كل المجالات. أيضا من ضمن اللقاءات الثنائية التي تمت اليوم من اللقاءات المهمة لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. الحقيقة أنه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي علاقات مهمة لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا الاجتماع مع السيدة كريستالينا جورجيفا ثمن التعاون البناء ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وذلك لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. وأكد أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق أكد على حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بالسياسات المالية والنقدية، وأيضا تعظيم دور القطاع الخاص. من جانبها أشادت السيدة كريستالينا جورجيفا بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود أمام العديد من التحديات. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في المائدة المستديرة للشركات المليارية، وهذه أيضا من الموائد الهامة التي عقدت خلال اليوم الأول لهذه القمة. في هذه المائدة المستديرة للشركات المليارية التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد كبير لكبريات الشركات المليارية في العالم، تحدث مع عدد كبير من ممثلي هذه الشركات. الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على الاستماع إلى كل ما يمكن أن يكون لدى أذهان هؤلاء الممثلين للشركات المليارية لأتعرف على المعوقات التي يمكن أن تقابلهم في الاستثمار في مصر أو التعامل مع مصر. عدد كبير أيضا من ممثلي هذه الشركات تحدث عن إبداء الرأي وإبداء الرغبة في العمل في السوق المصري، وأيضا هنالك عدد كبير بالفعل موجود في السوق المصري يريدون يعني الاستدامة في هذه المشاريع وتوسيع مشروعاتهم.
أيضا بخصوص الجلسة التي شارك فيها السيد الرئيس، أعتذر عن الصوت ربما يكون عالي قليلا هنا في مقر القاعة، ولكن أحاول أن أوصل الرسالة في الكلمة التي تحدث فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بالتأكيد كانت جلسة حوارية مهمة ونقاش مهم وثري، تحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الكثير من التحديات والسياسات التي تتبناها مصر على الجانب الاقتصادي وأيضا الجانب التنموي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القمة العالمية للحكومات، هذه القمة هي فرصة رائعة لتبادل التجارب وتبادل الرؤى بين الدول المختلفة. أيضا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سنوات من التحديات، سنوات من العمل في قطاعات مختلفة. الرئيس تحدث عما حدث في 2011 وأنه كلف مصر 450 مليار دولار. قال أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كادت أن تضيع كما حدث مع بعض الدول، ولكن ذلك لم يحدث. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأهيل قطاع النقل في مصر بتكلفة 2 تريليون جنيه، وبالتأكيد تحدث عن عدد كبير من الأمور ومنها النقاط المضيئة، وشكر بالتأكيد الأشقاء العرب على الدعم الدائم من هذه، يعني الدعم الدائم من الأشقاء العرب. هذه كانت أهم النقاط التي جاءت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالتأكيد غدا يوم مهم ويوم مثمر في هذه القمة، سنتابع كل ما يحدث فيه على شاشة إكسترا نيوز ومستمرين في متابعة القمة العالمية للحكومات. إذن الشكر الجزيل لك هشام عبد التواب موفد إكسترا نيوز من دبي حيث انعقاد القمة العالمية للحكومات، شكرا جزيلا لك. أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً وعضوياً بالأمن القومي المصري. تاريخ مصر والسعودية دائماً تقف مع بعضها في كل الظروف، ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة، ولن تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة، ولا يمكن لمصر أن تستغنى عن أمتها العربية. لا وجود للأمة العربية بدون مصر. ولقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت عنصر الأساسي في بناء الكيان والصف العربي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تعقد القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات، وتمثل القمة أكبر تجمع حكومي من نوعه عالميا بمشاركة 150 دولة. المزيد حول القمة العالمية للحكومات والزميلة حور محمد. أهلا بكم. تعد القمة العالمية للحكومات التي تعقد سنويا بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، كما تشكل برنامجا عالميا لتبادل المعرفة بين الحكومات. المنصة التي أنشئت في عام 2013 تهدف إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية، وتسعى لنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، حيث تتخذ الحكومات خطوات إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل، كما تركز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية. وتعقد القمة العالمية للحكومات عام 2023 تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات، حيث ستجمع نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم. هذا من أجل تبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
وتمثل القمة العالمية للحكومات في دبي أكبر تجمع حكومي من نوعه عالمياً، هذا بمشاركة 150 دولة، كما تجمع 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً وعشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، كما تتضمن عقد أكثر من 220 جلسة يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، هذا بجانب استضافة 22 منتدى عالميا يركز على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور. وتسلط أجندة المؤتمر هذا العام الضوء على 6 محاور أساسية تشمل تسريع التنمية والحوكمة ومستقبل المجتمعات والرعاية الصحية واستكشاف آفاق جديدة وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل وتصميم واستدامة المدن العالمية والتعليم والوظائف كأولويات للحكومة عبر مناقشات ستجمع أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية وبمشاركة قيادات عالمية من القطاع الخاص ونخبة من العلماء. من المقرر أن تشهد قمة 2023 توقيع 80 اتفاقية ثنائية وإطلاق 20 تقريرا استراتيجيا ومعرفيا وإعلاميا بالتعاون مع نخبة من شركاء ومساهمي المعرفة من أهم المؤسسات البحثية العالمية. وتقدم القمة هذا العام 7 جوائز استثنائية، أبرزها جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة تحدي الجامعات العالمية، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا موجزا عن القمة العالمية للحكومات في دبي وأبرز ما تتضمنه أجندة قمة هذا العام من المؤتمر. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات. وحرص الرئيس السيسي على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة والتي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي وإنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم. وخلال مشاركته في المائدة المستديرة للشركات المليارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، أشار الرئيس السيسي إلى أهمية دور القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لا سيما الحديثة والتكنولوجية. هذا وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، كما تناول استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال، فضلا عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات. وكرم الرئيس السيسي الفائزين بالجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية 2023 ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات. وسلم الرئيس السيسي الجائزة الذهبية للفائز عن تطبيق بلوك بيل بمعهد تكنولوجيا في إندور بالهند، حيث يسمح للتطبيق للمستخدمين بتوفير إيصالات رقمية على كل العمليات من خلال مسح رمز يطلب
أو يطلب توليد إيصال إلكترونية عبر التطبيق. كما سلم الجائزة الفضية للفائز من أوزبكستان بجامعة إينا عن تطبيق لا تفقد، والذي يعد منصة فريدة من نوعها تدعو الناس إلى بيع الأغذية والمشروبات الإضافية وتبادلها بهدف الحد من الفقد وتقديم الأغذية الأكثر إتاحة للأشخاص الأقل يسرا. وسلم الرئيس السيسي الجائزة البرونزية للفائز عن تطبيق فارم، والذي يعد من بين أفضل التطبيقات الحكومية، الذي يسمح بدعم المزارعين المحليين عن طريق زراعة مجموعة واسعة من المحاصيل الزراعية ومتابعة مراحل تنمية هذه المنتجات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تقدم وازدهار إمارات دبي يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة دول المنطقة. وخلال لقائه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، مؤكدا الحرص المصري على المشاركة بها من خلال وفد رفيع المستوى برئاسته يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل أساسا هاما للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة. من جانبه أكد الشيخ محمد بن راشد ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، مثمنا دور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي. هذا وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وعمقها على كافة الأصعدة، لا سيما مع إمارة دبي، بما انعكس إيجابا على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية وصولا إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين. أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص. وخلال لقائه المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، ثمن الرئيس السيسي المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة وصندوق النقد لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. من جانبها أشادت جورجيفا بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، معربة عن تطلع الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها. مشاهدينا، الآن نترك حضراتكم مع أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات والمنعقدة بدبي.